نتوسع في الحديث أكثر ونرحب بضيفينا. ينضم إلينا الآن من القدس الكاتب والباحث السياسي يوني بن مناحم، وينضم إلينا أيضا من رام الله الكاتب والباحث السياسي جهاد حرب. أهلا بكما. دعني أبدأ معك سيد يوني. قصف إسرائيلي مكثف على رفح، قصف جوي بري وبحري في ظل أنباء عن أكثر من 100 قتيل والعشرات من المصابين. من جهة أخرى الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة رهينتين كانتا محتجزتين في عملية عسكرية ليلية برفح. إلى أي مدى هذا تطور سيكون له انعكاسات أولا على صعيد التجهيزات الإسرائيلية بشأن أي عملية واقتحام بري لرفح؟ نعم، العملية العسكرية الإسرائيلية لإدلاك سراح المخطوفين الذين اللذين كانوا محتجزين في مدينة رفح تكللت بالنجاح دون أي إصابات، وإسرائيل تقدر بأن هناك المزيد من المخطوفين في مدينة رفح أو في منطقة رفح، ولذلك أنا أعتقد بأن القرار لاحتلال مدينة رفح هو حتمي نظرا لرفض حماس إدلاك سراح المخطوفين ووضع سيرة غير مقبولة على إسرائيل لإدلاك سراح المخطوفين. ولذلك أنا أعتقد بأن إسرائيل مستعدة للتفاوض مع حركة حماس، ولكن في نفس الوقت العملية العسكرية ستستمر بكل قوة. دعني أذهب الآن سيد يوني لسيد جهاد، ولكن قبل نطرح عليك التساؤل سيد جهاد فقط أنوه بأننا أيضا من جهة أخرى الآن يتحدث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري بمعلومات أكثر حول هذه العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي وإعلانه عن تحرير محتجزين إسرائيليين في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشباك والشرطة الإسرائيلية في عملية ليلية برفح جنوب قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي قال إن حالة المحتجزين جيدة وإنه تم إجراء الفحوصات الطبية لهما. أيضا تعهد الجيش الإسرائيلي بمواصلة التحرك بكافة الجهود لاستعادة المحتجزين المتبقين. سيد جهاد، في هذا الإطار تحرير رهينتين إسرائيليتين في عملية ليلية تحديدا هنا في رفح لأول مرة منذ 7 أكتوبر ينجح الجيش الإسرائيلي في الوصول وتحرير رهائن على قيد الحياة، إلى أي مدى برأيك من شأن هذا التطور أن يبطي أو على العكس يسرع من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح؟ صباح الخير. أولا أعتقد هذه العملية ستمنح نتنياهو والجيش الإسرائيلي مزيد من القوة وأيضا من الدعم الشعبي في حال استمرار عمليات إطلاق سراح أسرى إسرائيليين أحياء، وهذه العملية بالذات ستمنحهم أيضا حديث أكثر حول عملية احتلال أو اجتياح محافظة رفح عسكريا، حتى يقولوا أن لدينا أسرى يمكن تحريرهم في هذه المنطقة، وأن وجدنا 2 على الأقل واستطعنا تحرير هؤلاء 2. بالتالي هذه العملية التي جرت هذه الليلة تشجع الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي على المضي بعملية عسكرية قد تكون واسعة في محافظة رفح، وقد تكون كما أشرنا سابقا بأن تكون عمليات نوعية كما جرى ليلة أمس، بمعنى إطلاق عملية إنزال أو عملية مختلفة لقوات الجيش والمخابرات لإنقاذ أو لتحرير أسرى إسرائيليين، وبالتالي عدم الذهاب إلى عملية اجتياح كما جرى في شمال قطاع غزة لمتطلبات متعددة ومختلفة، سواء المعارضة المصرية، الثمن الكبير الذي سيكون على المستوى صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي. نتحدث عن أكثر من نصف سكان قطاع غزة موجودين في محافظة رفح وهي الأصغر جغرافيا من المحافظات، وبالتالي يعني بمعنى آخر أن عمليات القصف ستكون واسعة. هناك معارضات أيضا أمريكية فيما يتعلق بالاجتياح، وما قاله بالأمس الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية أنه يجب أن نرى عملية موثقة منظمة لكيفية عدم توسيع القتل داخل قطاع غزة. نتحدث عن 100 شهيد فلسطيني في هذه العملية أو 77 شهيد فلسطيني في رفح في هذه العملية، بمعنى آخر أن عمليات التحرير الأسرى إذا ما ذهبت إليها إسرائيل بهذه الطريقة يعني عمليات قتل واسع على الفلسطينيين. الأمر هذا
صحيح أنه يشجع جيش الاحتلال، لكنه أيضا هناك مخاطر عديدة على الحكومة الإسرائيلية وجيشها من أطراف ليست فقط فلسطينية بل دولية. ولكن لا يعني هذا أيضا سيد جهاد بأنه اجتياح رفح عملية برية بات الآن مبرر، وهي ورقة اليوم، ورقة يعني قوية في يد نتنياهو في ظل كل المعارضة التي استمعنا لها من قبل بأنه لم يتم استعادة أي من المحتجزين، اليوم إلى أي مدى هي ورقة قوية ومبررة أمام نتنياهو لأي عملية عسكرية واجتياح لرفح؟ هو يستطيع التضرع بأي شيء. لا ننسى في مجمع الشفاء قالوا أن هناك قيادة حركة حماس ولم نجد شيئا، في مجمع الشفاء قالوا أن هناك محتجزين ولم نجد شيئا، وذهبوا إلى خان يونس من أجل الحصول على قيادة حركة حماس، اغتيالهم أو اعتقالهم، وحتى الآن بعد 4 أشهر من الاجتياح ومن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لم يحصلوا على شيء. بعد 4 أشهر من القتل من أجل تحرير 2، هذا أمر غير مبرر. نتحدث عن 29,000 شهيد فلسطيني، عن حوالي 70,000 جريح فلسطيني، عن تشريد وتجويع 2 مليون فلسطيني، هذا غير مبرر للقيام بعملية عسكرية. لكن هذا سيشجع إسرائيل للاستمرار بالعملية العسكرية، ظنا بأنه يمكن الحصول على تأييد شعبي إسرائيلي وعلى ذرائع وحجج أمام المجتمع الدولي بأنه يوجد أسرى إسرائيليين في هذه المنطقة وقمنا بتحرير 2، وبالتالي علينا إكمال هذه المهمة. هذا هو الأمر الذي يمكن القول للمجتمع الدولي، على الرغم من المخاطر الجسيمة التي يمكن أن تقوم بها أو تنتج عن عملية عسكرية واسعة في رفح. سيد يوني، دعني أشير فقط هنا بأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري قال بأنه تم التجهيز لهذه العملية بناء على معلومات استخباراتية، ووصف هذه العملية، عملية استعادة المحتجزين الرهينتين، بأنها عملية معقدة. طيب سيد يوني، بالتحليل دعنا نحلل معك الآن، بما أن هناك قصف، تابعنا كان هناك قصف إسرائيلي مكثف جوي بري وبحري، الآن في ظل هذا التطور هل سيستمر الجيش الإسرائيلي في هذا التكتيك؟ ألن يشكل هذا التكتيك خطر على حياة أي من المحتجزين ممن ربما قد يكونوا في رفح؟ هل هذا يعني بأنه الجيش الإسرائيلي يجب أن يتوجه إلى عمليات محددة ودقيقة في رفح؟ ما شاهدت مدينة رفح الليلة الماضية، القصف المكثف والرهيب أصلا، يعني هذا كان لحماية عمليات الجنود الإسرائيليين ولكي يتمكنوا من الخروج من مدينة رفح مع المخطوفين دون أي مشكلة. ولكن أنا لا أعتقد بأن هذا سيكون أسلوب الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القليلة القادمة. رئيس الوزراء نتنياهو أعطى وعد لرئيس بايدن في المكالمة الهاتفية أمس بأن لن تتم هناك أي عملية في مدينة رفح دون إخلاء كل السكان الأبرياء من هذه المدينة إلى أماكن أخرى في قطاع غزة، وأن العملية هي تتركز فقط على 4 القطايب الحمسوية الموجودة في هذه المنطقة، منطقة ضيقة جدا قريبة من الحدود المصرية، وأيضا نفس الوعد تم تسليمه أيضا من إسرائيل إلى مصر. سيد جهاد، هذه المكالمة الهاتفية بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعني البيت الأبيض لم يكشف بأنه بايدن عارض هذه العملية في رفح، صحيفة أكسيوس فقط تشير بأنه ربما هناك وجود معارضة على توقيت هذه العملية من قبل بعض المسؤولين، بالإضافة إلى موضوع المدنيين. هل ستأخذ إسرائيل بالاعتبار هذا الموضوع، موضوع التوقيت الآن، لأي مدى سيكون حاسم، وهل سيكون هناك تأجيل؟ يعني أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تأخذ بعين الاعتبار مسألتين. المسألة الأولى أن هناك مفاوضات لتبادل الأسرى، وبالتالي إمكانية تأجيل الاجتياح من أجل الحصول على اتفاق فيما يتعلق بهدنة وتبادل الأسرى بشكل يتيح فرصة لتحرير أقصى ما يمكن من الأسرى الإسرائيليين أحياء.
وهذا ما قلناه سابقا أيضا عبر شاشاتكم أن نتنياهو قد يستخدم عمليات التهديد هذه بهذا الحجم الكبير للضغط على حركة حماس من أجل تقليل وتقليص مطالباتها التي شاهدناها في ردها على إطار باريس. الأمر الثاني أن الذهاب لاجتياح محافظة رفح بوجود هذا العدد الهائل من السكان أو من المواطنين في رفح يعني هناك قتل جماعي للفلسطينيين، والذي يؤكد على الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولي. لذلك رئيس الحكومة قال نقل السكان، لكن نقل السكان إلى أين؟ هل سينقلهم إلى شمال قطاع غزة أم يدفع بهم إلى سيناء أم أنه سيدفع بهم إلى غرب رفح إلى البحر، وبالتالي إمكانية نقلهم أيضا خارج فلسطين؟ لم يوضح نتنياهو هذه المسألة فيما يتعلق بنقل السكان، وهو يدرك أن وحكومته أيضا أن عملية عسكرية في هذا الوقت بهذا بوجود تجمع سكاني ضخم في رفح يعني أنها سيكون هناك إدانات دولية واسعة للحكومة الإسرائيلية. لذلك أعتقد أن نتنياهو يأخذ وقتا للذهاب إلى عملية عسكرية في هذا الوقت. وأريد أن أوضح أيضا بأن المصريين عندما وفقا للصحيفة الأمريكية أنهم قالوا خلال أسبوعين، يعني بمعنى آخر أن هناك مدى زمني لإمكانية الاقتحام الإسرائيلي أو الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة رفح كما جرى في شمال قطاع غزة، وبالتالي قد يكون هناك مدى زمني لدى الطرفين للمفاوضات خلال هذين الأسبوعين لامتناع إسرائيل عن القيام باجتياح واسع لرفح. ولكن قد يكون خلال هذه الفترة عمليات تقنية إذا جاز التعبير موضعية كما قالوا قبل قليل معقدة من أجل تحرير بعض الأسرى الإسرائيليين أو اغتيال بعض القيادات العسكرية من خلال مسيرات أو من خلال الطيران الحربي أو بعمليات كما يجري في الضفة الغربية، دخول لمجموعات محددة أو قوات خاصة لاغتيال أو اعتقال شخص أو أشخاص محددين. أعتقد هذا خلال الفترة القريبة سيكون أسلوب الحكومة الإسرائيلية وجيشها في محافظة رفح، وصولا إلى تهيئة الظروف المواتية على المستوى الميداني وعلى المستوى الدولي للقيام بهذه العملية. والرئيس الأمريكي لم يعارض عملية عسكرية في رفح، إنما يريد الأخذ بالعناية الواجبة، أي عدم وجود قتلى أو مدنيين قتلى كثر كما جرى في العمليات السابقة، ولا يريد مناظر تحرج الرئيس الأمريكي أمام الجمهور الأمريكي الذي يستعد للانتخابات الأمريكية. طيب. وثانيا حتى لا يكون هناك أيضا غضبا مصريا على أي عملية نزوح واسعة وكبيرة إلى سيناء. في هذه النقطة فقط سيد جاد، قبل أن نذهب إلى السيد يوني، أنت ذكرت وتطرقت إلى ما نقلته الصحيفة الأمريكية تحديدا هنا صحيفة وول ستريت جورنال بأن مصر حذرت حماس من أن إسرائيل ستقتحم رفح خلال أسبوعين إن لم يتم التوصل لاتفاق. هل من الممكن الآن أن تنجح الضغوط المصرية على حماس للقبول بأي اتفاق تهدئة؟ كيف سيكون رد حماس هنا؟ دعينا أقول أن ما قدمته حركة حماس هي المطالب القصوى فيما يتعلق بإطار باريس، وإسرائيل أيضا وضعت مطالب القصوى لها في ردها على حركة حماس. لكن المفاوضات التي ستجري يوم الثلاثاء بحضور مدير المخابرات الأمريكية CIA وكذلك رؤساء المخابرات الآخرين ستكون، والمفاوضات التي ستجري بشكل غير مباشر عن طريق مصر وقطر، أعتقد أنها ستصل إلى حلول وسط فيما يتعلق بالمطالب التي قدمتها حركة حماس وإسرائيل، بحيث يهيئون الأجواء لهدنة قد تكون طويلة نسبيا، نتحدث في مرحلة أولى عن 6 أسابيع، وربما تتجدد هذه الهدنة. قد يكون خروج جنود الاحتلال الإسرائيلي من المناطق ذات الكثافة السكانية هذا أحد القضايا الأساسية التي يمكن أن تأخذ بها إسرائيل، وعدم وجودها داخل قطاع غزة بشكل واسع حتى تتمكن حركة حماس من جمع وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتفق عليهم وهكذا. بمعنى آخر قد يكون بعض المطالب يتم تأجيلها إلى مرحلة ثانية وثالثة فيما يتعلق على سبيل المثال بالأسرى الفلسطينيين،
ذوي الأحكام العالية أو ما تسميهم إسرائيل بأيديهم ملطخة بالدماء، قد لا يكونوا في المرحلة الأولى من مراحل الهدنة وتبادل الأسرى، قد يكونوا في مرحلة ثانية أو ثالثة. بمعنى آخر أن هذه الشروط التي سمعناها وقرأناها والردود من إسرائيل وحماس خاضعة للتفاوض التفصيلي في القاهرة أو ربما في الدوحة، ليس مهما أين المكان، لكن هذه مطالب قصوى يمكن تخفيضها وتقليصها وتغيير بعض بنودها بالانتقال أولا إلى ثالثا على سبيل المثال. ولكن ردود الإسرائيلية لم يتم تدوينها كما كان من قبل الردود من قبل الجانب حماس. دعني أنتقل الآن إلى السيد يوني. السيد يوني، موقع أكسيوس يتحدث عن اجتماع مرتقب مصري قطري أمريكي إسرائيلي في القاهرة. جيروسلم بوست تتحدث عن أن وفد إسرائيلي سيتوجه إلى مصر لبحث اتفاق التهدية بعد أن كان هناك رفض عن توجه أي وفد من إسرائيل إلى القاهرة. يعني ما الذي تريده اليوم إسرائيل تحديدا من هذا الاجتماع؟ إسرائيل امتنعت عن الموافقة على المشاركة في مفاوضات القاهرة، ولكن رئيس بايدن طلب شخصيا من نتنياهو أن يقوم بإرسال وفد إلى القاهرة، ونتنياهو وافق على ذلك. يوم غد سيصل رئيس الـ CIA ويليام بيرنز إلى القاهرة للقاء مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وفي محاولة لحلق حل وسط واتفاق إطار للصفقة الشاملة بين إسرائيل وبين حركة حماس. التوقعات في إسرائيل لمثل هذه الصفقة هي ليس عالية، ولكن إسرائيل تفضل أن تكون هناك صفقة إذا فعلا ستتكلل المصائب بالنجاح. هذا سيكون حل لكل المشاكل، وأنا أعتقد بأن إذا في هناك موافقة فسيتم تأجيل العملية العسكرية في رفح، وتكون هناك هدنة طويلة خلال شهر رمضان المبارك، وهذا شيء جيد للطرفين. ولكن ما حجم التنازلات التي يمكن أن توافق عليها إسرائيل سيد يوني؟ أنا لا أعلم التفاصيل، ولا أعتقد بأن أي أحد يعلم التفاصيل غير وزير رئيس الوزراء نتنياهو. ولكن إسرائيل تقول، خلينا نبدأ بالمرحلة الأولى ما تسمى المرحلة الإنسانية، وستكون هناك وفق هذه المرحلة هدنة ل 45 يوم، ومن ثم نستمر بالمفاوضات. والأمل الإسرائيلي أن توافق حماس على هذا حل الوسط. ولكن هل يعني الآن مع هذا التطور وتمكن الجيش الإسرائيلي من استعادة 2 من الرهائن المحتجزين الآن، لن يفتح الشهية، دعنا نقول هكذا، أمام بنيامين نتنياهو للمضي قدما في عمليات في رفح الآن، وبالتالي المشاركة في هذا الاجتماع في القاهرة هو فقط لرفع الحرج عن إسرائيل؟ لا لا لا، بالتأكيد لا، لأنه حسب المعلومات الموجودة لدى إسرائيل عدد كبير من المخطوفين الإسرائيليين هم موجودين في الأنفاق تحت الأرض، وهذه عملية صعبة جدا إن كان هؤلاء المخطوفين من داخل الأنفاق. المخطوفان اللذان تم إطلاق سراحهما كانوا في شقة في عمارة في رفح، وهذا شيء يختلف تماما عن المخطوفين الذين موجودين في الأنفاق. ولذلك واضح جدا بأن ليس هناك إمكانية لإطلاق سراح المخطوفين الموجودين في الأنفاق غير المفاوضات مع حركة حماس. سيد جهاد، ما سقف التوقعات الآن من هذا الاجتماع الرباعي في القاهرة؟ أعتقد أن الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي يحتاجان إلى هذه الهدنة، وكذلك المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي في زيارة وزير الخارجية الأخيرة أنتوني بلينكين كان لديه احتياج أمريكي لهدنة وتبادل الأسرى من أجل الرئيس الأمريكي وحملات الانتخابية. أعتقد أن الضغوط اليوم تمارس على الطرفين من أجل الوصول إلى اتفاق لهدنة على الأقل في المرحلة الأولى، وهي 6 أسابيع أو 45 يوم، لتتمكن جميع الأطراف من أخذ نفس يساعد الأطراف، هذه الأطراف وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لعدم
الانغماس أيضا في حرب إقليمية كما يجري في اليمن وفي العراق وغيرها من المناطق، بالإضافة إلى الحملة الانتخابية. لذلك أعتقد أن هذه فرصة مهمة وقد تكون مرتفعة للوصول إلى اتفاق للمرحلة الأولى على الأقل من وقف إطلاق النار أو من هدنة طويلة نسبيا. شكرا لك سيد جهاد حرب الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من رام الله. والشكر موصول لضيفنا من القدس الكاتب والباحث السياسي يوني بن مناحم.